إذن عن بطولة الصداقة وهي تدخل يومها الخامس، ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية موفد العراقية الرياضية علاء هيجل. أهلا بك علاء. أهلا رحيم، مرحبا بك زميلتي رحيم وبجميع مشاهدي العراقية الرياضية. أهلا بك. إذن في هذا اليوم ومع استمرار بطولة الصداقة الدولية وبعد التعادل يوم أمس، ضعني في آخر ما لديك من هذه البطولة. نعم، وصلنا اليوم الخامس من بطولة الصداقة الدولية. مثل ما يعلم الجميع فأن مباراة الأمس بين المنتخب القطري والسوري والتي انتهت بنتيجة هدفين لكل منهما قد حسمت حسابات منتخبنا الوطني، والآن منتخب وطني خارج حسابات هذه البطولة. المنتخب القطري منذ أن وصل العراق حتى مغادرته هذا اليوم إلى أرض الدوحة قد أعطى انطباع جيد عن هذه البطولة. الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معي عضو اتحاد الكرة الكابتن يحيى كريم. كابتن مرحبا بك في العراقية الرياضية. كابتن حدثني عن انطباع الوفد القطري منذ وصول العراق حتى مغادرته إلى الدوحة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نقدم شكرنا وتقديم الوفد القطري الشقيق والوفد السوري الشقيق. مشاركتهم بطولة الصداقة يعني انطباع كبير لدى الوفدين. الجمهور كان مثالي بالتشجيع، الحضور الإعلامي الكبير. بصراحة مباراة كانت على مستوى عالي يوم أمس من الأمور الفنية والتشجيع المثالي، بحيث أن الجمهور الحاضر كان يشجع الفريق اللي يسجل هدف، وكذلك اللاعب عنده خروجه يشجعوه الفريقين. هذا أعطى انطباع لدى الجانبين بأن الجمهور العراقي ذواق، الجمهور العراقي يعشق كرة القدم، يشجع الأشقاء عندما يلعبون على أرض العراق. يعني كابتن، في حال المباراة النهائية ذهب الكأس إلى المنتخب القطري، من سيستلم الجائزة ومستلم الكأس عن المنتخب القطري؟ سيعود إن شاء الله صباح يوم الثلاثاء وفد من الجانب القطري، إعلاميين سيستلمون الجائزة إن شاء الله. كابتن، كيف هي معنويات المنتخب الوطني، خاصة المغتاب الوطني يعرف الآن أنه ليس لديه حظوظ في هذه البطولة؟ كيف هي معنويات اللاعبين بشكل عام والكادر التدريبي؟ وكان هناك أخبار أو أنباء خرجت بأن المنتخب الوطني، كادر المنتخب الوطني سوف يتم إقالته بعد بطولة الصداقة الدولية. لا، الجواب الأول، المباراة ضمن البداية وتدخل فيها تصنيف المنتخب الوطني وإعداد منتخبنا لنهائيات آسيا، لذلك المباراة تعتبر مهمة بالنسبة للمنتخبنا الوطني. راح ينظر لها مباراة كأنما هو يحصل على كأس البطولة لتحسين تصنيفه. كما تعرف حضرتك المنتخب السوري تصنيفه أفضل من العراقي، وكذلك إعدادا للبطولة المقبلة. أما موضوع إقالة الكادر التدريبي، هذه الأمور لم تطرق في بال الاتحاد ولم تناقش ولم تداول في خلال اجتماعاتنا. المدرب والكادر الفني لديه عقد يمتد إلى شهر آب القادم، وهناك لجنة منتخبات واللجنة الفنية هي من تقرر، وكذلك الرأي للكابتن باسم قاسم. هو حقق نتائج إيجابية مع المنتخب وكان عمله نعتبره جيد الفترة السابقة. كابتن، أخيرا حدثني عن الاستعدادات التنظيمية للمباراة النهائية. أكيد الحمد لله وشكر اللجنة التنظيمية نجحت بنجاح كبير، طبعا بمساعدة الجمهور والإعلام والحكومة المحلية بالبصرة وكوادر الوزارة اللي هي الملعب. احنا يعني مباراة بعد مباراة اللجنة التنظيمية تكتسب خبرة كبيرة. اللجنة لديها ممارسة كبيرة عند تصفيات كأس العالم، عملت في طهران وفي ماليزيا، واليوم عملت في بغداد خمس مباريات على ملعب البصرة وملعب كربلاء الدولي وملعب أربيل كأس الاتحاد الآسيوي وأربيل والزوراء والجوي عفوا. لذلك يوم بعد يوم تزداد الخبرة ونتلافي الأخطاء التي تحصل. الأيام المقبلة ستشهد طفرة نوعية باللجنة التنظيمية للمباراة المقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا كابتن بالتوفيق. شكرا جزيلا. نعم رحيل، هذا ما أدلى به عضو اتحاد الكرة الكابتن يحيى كريم عن أجواء اليوم الخامس وعن المباراة التحضيرية، المباراة النهائية اللي ستقام بين العراق وسوريا. نعم، إذن تحدث الكابتن يحيى بما لديه، لكن أسألك أنت، انقل لي صورة التحضير ليوم غد وأيضا تشكيلة المنتخب الوطني مع سوريا. هل هنالك غيابات القائمة وما إلى ذلك؟ نعم، استعدادات المنتخب الوطني للمباراة النهائية، مثل ما يعلم الجميع فإن المنتخب الوطني أصبح خارج الحسابات، لكنه سيلعب بين أرضه وجماهيره وسيقدم مباراة كبيرة، لأن الحسم لم يتم إلى الآن. ممكن أن المنتخب السوري، ممكن المنتخب العراقي قد يحرج المنتخب السوري في هذه المباراة. نعم، ويذهب اللقب للمنتخب القطري. كل شيء وارد في المباراة النهائية. نتمنى أن نرى مباراة جميلة بين المنتخب العراقي والمنتخب السوري، ونتمنى حضور جماهيري كبير في هذه المباراة. طيب أختم معك مع الصورة التي يعني ختمتها هذه البطولة، ستكون إن شاء الله في يوم الثلاثاء وما بعده، صورة بطولة الصداقة الدولية فيما يخص الجمهور العراقي وأيضا جمهور الخارج وكل ما يتعلق بها. هل لك بإعادة السؤال؟
نعم، صورة تفاعل الجمهور مع تنظيم هكذا بطولة وختامها قريب، بالتالي التفاعل مع هذه البطولة كيف تم؟ نعم، الجمهور أعطى انطباع جيد عن هذه البطولة. الجمهور انقسم إلى نصفين، نصف قال بأن المنتخب العراقي أراد أن يراه يفوز في أرضه وبين جماهيره، والنصف الآخر قال أن العراق قد فاز بالتنظيم في هذه البطولة، أنه عاد يعني شرف التنظيم. نعم، موفدنا من البصرة على هيجل، شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به، شكرا لك.